تغار عليه وتحفظه وتصونه وما حد يلمسه وما حد يناظر له ولا ينصب. والله واحد من الزملاء اني مره اخذت كتاب جالس اقلب فيه كذا زعل وقال خذ كتاب خلاص جيب لي كتاب غيره. انا كتابي ما ينصفط، كتابي يبقى جديدا. فانا انا ودي اجيب في يوم من الايام بعض الكتب. الكتاب اذا ما تشاركت انت وياه واكلت معاه وعشت معاه شخبط فيه عليه شاي شوي ومنه يعني المقصود انه لازم الكتاب يعيش معك، مو بالكتاب يكون في رف في المكتبه وفي طاوله. لا، القراءه ليست على الطاوله، القراءه في كل مكان والكتاب معك. والتلخيص هو زبده القراءه، القارئ الذي لا يلخص لا يقرا. هذه منطق ارسطو القديم، هذا منطق هاني نزي. منطق هاني نزي الذي نرفضه تماما. انا ارفضه بشده، وانا ممكن يعني انسح من البرنامج تنسحب عشان هذا يعني يا جماعه ما فائده اني قرات مثلا البدايه والنهايه لابن كثير. طيب دون ان الخص شيء منها. في 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 نقطه يمكن لعلها تكون حل وسط بين الاثنين. لا لا ما ابغى حل وسط، انا نبغى نتهاوش. نتهاوش على راسي. لا يقول لك سبحان الله، يقول لك القارئ المنظم يكون عقله ليس مثل الهارد ديسك، ولكنه اقرب الى المؤرشف، اقرب الى امين المكتبه. صحيح. يعرف اين الكتاب، يعرف كيف يوصل له، فهو منظم تفكيره بهذا الشكل. فهذا الانسان اللي يلخص لعله لو احتاج المعلومه راح يعرف كيف يتعمق ويروح لها بشكل يسهب فيها اكبر واكثر، لانه مستحيل انك تلم بكل شيء، مستحيل انه يكون عندك بالذات في تنوع التخصصات اليوم، مستحيل يكون عندك عمق في كل شيء. طبعا اعطي تنوع. طبعا فكره اني اقرا والخص مو المقصود اني امسك كتاب واقعد اكتبه. طبعا انت اي واحد يبغى يسوي تجربه في التلخيص راح ياخذ كتاب مثلا 100 صفحه، راح يلقى نفسه لخصه في 98 صفحه او 96 صفحه ويحسب انه انجز، لان هذه البدايه. بعد فتره راح يكون يتطور لين يصير 1 إلى 10، فيصير الكتاب 100 في 10 صفحات. بعد فترة من القراءة تمر على معلومات وأحاديث كلها قريتها خلاص، ما احتاج تلخصها، ما احتاج تذكرها. فيكون كتاب أبو 500 في 500 في 5 صفحات مثلا. زبدة كل ما لك تتطور. وأنا أقصد في التلخيص مو بإني أجمع كل كتاب في كتاب خارجي، ممكن وأنا ألخص أمر على معلومة في صفحة 26 ممتاز، وأمر على نفس المعلومة لها ارتباط فيها في صفحة 60 وأقول انظر صفحة 26، وأرجع 26 أقول انظر صفحة. فكرة اللي ذكرتها في الأخير فكرة التخصص. في حاجة قبل شوي هاني تكلمنا فيها اللي قبل شوي، الإنسان يفهم ما يقرأ. الدكتور قبل شوي نبهنا إلى أشياء في القرآن الكريم، يعني والله نقرأها لنا سنين ما والله ما استوعبتها. يعني أنا أقول يعني المفروض أن الإنسان يعني يحاول إذا قرأ شيء إنه يعرف شرحه، يعرف معناه، يعني يفهم ما يقرأ لكي يعني يطبقه على نفسه ويتطور فكريا وذهنيا. يعني يكون شيء. تأثير في تأثير القراءة في تأثير يا أخي، يعني كيف ما في تأثير؟ يعني إذا هذاك اللي يقول جاء عند الرجل وقال ما معنى الكموج؟ الكموج قال أين قرأتها؟ قال في وليل كموج البحر. قال نعم، هذه دابة تقرأ ولا تفهم. الله الكموج. أنا أقول أبشع شيء في الإنسان التخصص وحده. جميل، التخصص وحده ليس جميل. جميل في نظري. أبشع شيء في الإنسان أن يكون متخصصا فقط، بمعنى أنه مثلا أديب هو 100% في الأدب 0% في كل شيء. طب أنا ذكرت الحاتم نقطة عن في بعض المدارس في ما ذكرت الحاتم، ذكرت المعاد. لم أذكر الحاتم ولا شيء. قلت ذكرته قال ما ذكرت لي. أنا بس على نفس النقطة، يقول لك كانت المدارس في الاتحاد السوفيتي، ولعلها تتكلم أيضا عن موضوع نوعية الكتب. المدارس في الاتحاد السوفيتي كانت تدرس الطلاب اللي عندهم إبداع، فكانوا عازينهم عن العالم، عندهم مناهج خاصة لهؤلاء المبدعين في تخصصات معينة، في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في وغيره من مما كان يهم الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت. لما خرجوا هذول الطلاب المبدعين من تلك المدارس بعد ما انخرطوا في الحياة الجامعية والحياة الواقعية بعد الجامعية، عادوا لينتحروا على أبواب تلك المدارس. يا سلام عليك. ليش؟ قالوا أنتوا علمتونا شيء عزلتونا فيه عن المجتمع، أنتوا علمتونا دلستونا أول شيء مع نخب، فالحياة ليست كلها نخب. هذا الاي كيو حقه 150 وهذا الاي كيو حقه 170 وهذا كيو معدل الذكاء. العالم في ناس الاي كيو حقها 80 و60، فانا لم تعلموني كيف، ما علمتوني كيف اتعامل مع هذول الناس ولا علمتوني عن المجتمع. انا منعزل تماما عن المجتمع، منعزل تماما عن الحياه الاجتماعيه، منعزل تماما عن باقي العلوم اللي هي غير علميه المتخصصه، فعادوا ينتحروا على ابواب تلك المدارس نوع من السخط. وهذا يذكرنا بالسفسطائية التي خرجت من رحم المنطق. طبعا ياخذونها الان انها كانها مسبه السفسطائية،
بل هي المنطق الواقعي، لكنه تغير مع الزمن. ليست سبه الصف سطايه؟ لا ليست سبه؟ لا في فكرتين في كلامك ابو سلمان. مين بسبه الصف سطايه؟ لما تقول انسان صف سطايه لا هي مع تحولات المعنى والكلمه الى هذا الزمن اصبحت من ايام ارسطو صف سطايه وغيره ما لم تكن سبه؟ ابدا. انا اتمنى اسال الله ان اكون صف سطايه. صف سطايه في شو اسمه في فكرتين ذكرها ابو سلمان، فكره انه مدى تاثير العلوم على الانسان في حياته الطبيعيه، بمعنى خذ انسان متعلم وانسان غير متعلم. خلينا نفرض انتم يا جماعه لكم اصدقاء، الصديق اللي مع رساله ماجستير او مع بكالوريوس، والصديق اللي في الابتدائي بس ما درس بعدها، شف مدى فهمه للاشياء البسيطه اللي من حوله، ممتاز. مدى فهمه للتفاعلات اللي تصير في البيبسي مثلا، وانكسار القلم في الماء مثلا، يفهم هذه الاشياء اكثر من غيره. مو بفهم مباشر، مو بدراسه دراسه مباشره، لكن اصبح عقله يستوعب ان يكون هناك. يعني اذكر في فتره يعني عام 26 كان واحد يكلمنا عن والله صدق ترى عام 26 صدق اصلا تو بدات الرساله اصلا. واحد كان يسولف لنا عن في شيء يقول انه قلم تضغط له زر كذا يصير بروجيكتور في ال... كنا نقول بلا مصلحه غير السالفه دي، يعني سالفه ثانيه. كانت عقولنا لا تستوعب هذه الفكره. صحيح. الان لو اقول لك انه في قلم تطاطا وتصير شاشه ثم الشاشه تجمد وتصير فيها كيبورد بتصدقني يمكن. بيمشي معك. الفكره الثانيه انه ايضا المدارس اللي تدرسك العلوم منعزله عن سياقها العلمي، يعني مثلا يدرسون التكامل والتفاضل، كلنا درسنا التكامل. طيب ايش التكامل والتفاضل في الحياه الطبيعيه؟ نعم. ما نعرفه وش. لكن لما جاء استاذ الله يذكره اسمه عبد العزيز الحماد، جاء قال لك التكامل والتفاضل هذا مفيد جدا في دراسات الفضاء. في علم الفضاء، في علم الطائرات، في علم سرعه الصواريخ. جميل. وبدا يعطينا تطبيقات عمليه انهم يستفيدون من هذا العلم في هذه الفكره. جميل. اما ادرس معادله سين في سين ضرب صاد تقسيم وانا ما افهم ايش معنى سين وصاد، ولا افهم ايش معنى بيتا والفا هذه والله اللي اتعبتنا. خلتنا نروح شرعي على طول. على طول شرعي. طيب وانت رايح معاده بسالك، وانت رايح هل القراءه وانت رايح سلم ام صندوق؟ أو خندق؟ أنت من يجعلها سلم وأنت من يجعلها خندق. بمعنى أنك إذا كنت منفتح على المعارف ولديك مخطط للارتقاء بنفسك إلى الأفضل في شتى العلوم، مو شرط الانغلاق على علم معين أو على فن معين، أنت وضعت لك صندوق. أما إذا كنت منغلق على نفسك وترفض أي فكرة ولا تتطور ولا تتقدم في الفكرة، فأنت وضعت نفسك في خندق. في القراءة مثل السلم، الآن لما تجيب سلم زين إذا حطيته بالشكل هذا ترقى فوق وتصل للهدف اللي أنت به. لكن إذا جلست في النص ورميت السلم بالشكل هذا وأنت هنا سكرت على نفسك. يعني بمعنى بسألك، يعني هذا القراءة طريق يسير فيه الإنسان ويقرأ طول حياته، أم أنها خندق يدخل فيه ويفهم اللي فيه ويمشي بس؟ لا طريق. طريق؟ نعم. طريق طويل. يعني شو هو؟ نعم أنا أسرك الإجابة وأن تشلها من تفضل كلام صعب. من في معاذ، انا اقول انها طريق وعره، واحيانا تكون مهلكه، واحيانا تذهب ولا تعود، واحيانا تعود من اول خطوه. فالطريق مثل الغابه، قد تقابلك الحيوانات المفترسه، وقد تاتي بالحيوانات، وقد لا تقابل احد، تذهب وتعود فارغ. وكم كثير شاهدناهم عادوا فارغي الايدي والعقول والمحصله وكل شيء. مواقع التواصل طاهر أثرت على القراءة؟ والله شيء طبيعي أنها أثرت. يعني الآن كثير تسمع والله شفت أنا كذا ولا قريت من معلومة، صار الآن حتى الواتساب هو صار الآن مصدر معلومة، وللأسف ثلاثة أربعة يمكن غلط. أنا أقول كل شيء يرجع إلى أصله، يعني الكتاب الكتاب الكتاب. على طاري الكتاب نبغى نشوف الكتاب اللي في يد معاذ وش هو؟ على طاري الموضوع الروايات، احنا تكلمنا محمد تكلم عن موضوع الروايات وانه بعض الناس يذم الناس اللي يقرأوا روايات وانهم ناس هشين ولا ضعيفين، وانا منهم ترى يعني الى حاتم من هذا النوع. وانا اقول خليني عشان اقطعها بعدين، ان الروايات مبارك نتفك اشخه يلا انت الروايات هي محطه انتظار لا توصلك لاي وجهه.
تفضل. طبعا هو مناسبه الانستغرام الحين جيد تفضل. ما ادري من قصقصر، انا ودي يا اخي قصقصر لو انتاج يا اخي ظبطونا يوم يا اخي اعطونا كذا مقتطفتين ثلاث. لا بس يا اخي عقله انا لا لا حاتم عنده عنده فريق عمل جبار يعني مرتب مع عمله خطا. اي لا شوف شوف الحين قص الكلام شوف كذا لا حاسبها ب 15 ثانيه بالضبط يا رجال اشوف الجوال حاسبها عشان تقصونا جزاهم الله خير جن. طبعا يبقى انه راي حاتم وليس بالضروره يحترم ليس بالضروره انه هذا انه كل من قرا روايه انه والله مثل ما قال حاتم وحتى غيره من يذم القراءه. خلينا نرجع للكتاب. الكتاب اسمه 27 خرافة شعبية عن القراءة من تأليف الدكتور ساجد العبدلي وعبد المجيد حسين تمرز. جميل. ذكر مجموعة من الخرافات نذكرها بشكل عام. نفس الخرافات اللي ذكرها حاتم. نفس الخرافات اللي ذكرها. لا هي ليست خرافة. أنا نتجاوز كلمة خرافة حتى ما نفصل. خليه يتكلم قطع السالفة. رجال قطع السالفة. تجاوز وخلاص. تجاوزها ولي حق الرد. لك حق. خليه يخلص بس. الرد وقص. بس 14 ثانية وربع. 15 ثانية. طيب في البداية أول شيء ذكر أن الرواية تسلية رخيصة وذكر الخرافة قراءة روايات غير مفيدة للعقل مضيعة للوقت. ثانيا أكون أو لا أكون اللي هي الخرافة يجب أن أقرأ كل كلمة من الكتاب من الجلدة إلى الجلدة. في ناس يقول والله يا أخي إذا فتحت الكتاب استحي اني اصك الكتاب وانتقل لكتاب اخر، لازم اقرا من الجلده الى الجلده، فتكلم عن هالموضوع. القراءه مسبب رئيس للجنون، وتكلم عنها حاتم قبل شوي موضوع انه كذلك القراءه ليس لها مردود على الجسد حاتم. كلها حاتم هذه والله اي والله حاتم يفزع خرافات تصدق اي والله على هذا الخرافي هذا حاتم خفوف وتشب اصلا مو حاتم هو خرافه انت لست بحسن يا عم لا طب اسمع عشان ما تصير مشكله بينك وبين حاتم من حاتم بدي يتحمس طيب يا جماعه الخير حتى ما لا 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 نبغاك تكلم وقت فعلا جميل والله لا كمل يا اخي ترى نبغاك تكلم حتى المخرج قال صرف حاتم ابغاه يبغاك طيب اوكي انت كمل في خرافاتك وانا جاي خرافاتي الله عليك ما كمل كمل والله جميل طيب يا جماعه الخير من الجنون معلش وصلنا الجنون طيب وصلنا احنا جاي خذ راحتك زين ايش لا لا ما قلت حاتم لا جميل لانه هو كان يعارض فجد رساله للجميع انه اذا حاتم ولا غيره بغض النظر اذا واحد قال والله الروايه فيها وفيها فيها لا تاخذها هذا مو قران منزل يبقى رأي يعني صحيح. القراءة الروايات خرجت منها أفلام وخرجت منها قصص هذا احنا اختلفنا مع حاتم لا احنا اثنين اختلفنا مع حاتم يعني زين وحياتنا رواية في النهاية وفي قصة يعني مو شرط انها بالضرورة تكون خاطئة طيب القراءة مجرد هواية وهذه أحد الخرافات ضيعنا حاتم قطع حبل أفكاري طيب الخرافة السادسة تقول التجربة والممارسة العملية أهم من القراءة بعض الناس يقول لا والله يا أخي قراءة بس كلام أنا نازل الميدان أنا نازل الميدان وأجرب وأطبق القارئ شخص انطوائي تمام وهذه تكلم عنها الكاتب أيضا خل أختم بهذه أن الكتب تقود إلى انحراف الفكري تمام في ناس والله يقول لا تقرأ أي شيء وصح أنا موافق أنه لا تقرأ أي شيء إلا لما يكون عندك تمييز عقل ناقد تفرق فيه وليس كل ما تقرأ صحيح خل عندك عقل ناقد يعني ما نقول شكك نعم. أنك تكون خلاص بس تقرأ هالكتاب وظيفتك تشكك لا وظيفتك أنك تعرف هذا الصح وهذا خطأ تميز بين الجمرة وبين التمرة هذا الكتاب يا جماعة الخير موجود في معرض الكتاب موجود في المكتبات عموما 27 خرافة للقراءة من تأليف ساجد العبدلي وعبد المجيد تمرس موجود اسم الدار عشان الناس ما تضيع في المعرض هو موجود طيب في المعرض الدار العربية للعلوم خلاص الدار العربية للعلوم في المعرض فيه هاني تكلمت قبل شوي على الرواية بس لو تذكر لي اسمها ثاني مرة تقول رواية صعبة هذه عملوس علميس 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 هذه الرواية ممكن يبحثون عنها الشيخ جوجل وعند الشيخ أو ويكيبيديا يجدون عندنا عنها معلومات طيب هاني هاني انت الان قرات جزء من الروايه هذه وحتى روايات اخرى عطنا رايك عن الروايات انا والله اشوف ان الروايات علم لما تقرا مثلا روايه شفر دافنشي مثلا 100 عام دافنشي او 100 عام او تقرا روايات شو اسمه جاء حاتم بسرعه بسرعه انا ارفض ما ادري اللي قال والله معاذ لكني ارفض ما قلت شيء هاني يتكلم انا اقول لما تقرا كثير من الروايات الروايه
جالس تعطيك في علم علم تاريخ وعلم احيانا علم كيمياء واحيانا جالس تفهمك اشياء في المنطق وجالس تفتح بالك على على افكار جديده يتداولها الشخصيات وجالس تعلمك فكره النقد وفكره الرد. الروايه علم اخر مفيد، لكني اتفق انها ليست